بصي يا نيلي هي دي. تصدقي عندك حق، دي شبه اللي في المجلة بالظبط. يبقى اكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش، احنا بكرة نطلع لبورسعيد وانتي تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا 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 سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده، وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكله، هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجه نروح بيها. بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهل يا نيلي. اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بتدي متعبه هتغلبني. بقولك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعملك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتل شفت هربت بنتل وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص واحنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده، ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف، انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده؟ اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه، تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلاً أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك، وبعدين أنا ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي إحنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن أشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن إيه يا حبيبي؟ أنت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك؟ مش هنشغل حاجة اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. bang bang into the room. I know you wanna bang bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you back. You need a bang bang to blow your mind. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. That ice cold Michelle, fight for that white coat. Hello from the other side. I must have gone a thousand times. Because I'm happy, clap along if you feel like happy. حامي نفسك شوية.
قاعده تتفطحتي تتفطحتي وتسقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني، انا متوتر مش هعرف اسوق، اعمل بيك حادثه اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحده ليكي وواحده ليا. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبوز كريم كده وانا بحب بالشوكليت. طب ما هي بتبوز الشوكليت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما تكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ اه، بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا زتموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل. سوري لمؤاخذه. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كامل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي، اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. اه والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. اه والله، وانا بشاف من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جبتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرى ايه يا هاني؟ هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشا مواطلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكن اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ نعم، بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله، والله انت بتنرفز، شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عند، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اون ذا رن. ها، موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف، ما تعليش صوتك عليا. انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف، بس معلش اصلي ما اعرفش، تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلا من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول. داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص، انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت؟ وريني هتمنعني ازاي. ما ينفعش يا استاذه، ما تخليش استخدم معاك العنف. انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه ايوه
فعلا هو عنده مشكله في شخصيته بيطلع وينزل كده. معلش طارق سيبك سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك من فضلك انسانيا انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع، انا مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا الناس عارف لو لبست. انا اسف انا اسف، مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه 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 فعلا هو بينفعل. لو سمحت لو سمحت دي حاجه بس لربنا، لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين اوعى تخليهم يخشوا، شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ هروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اه شفتي الكنز، كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده، هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. اه فلوس، معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. اه طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجده بطه، مخترع عظيم زي عبقريني. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم، مش انتوا سوسو لولو؟ لا عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك ما حدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى اسمعوني، انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا، بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه، بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين ولاد ناس انا هسيبكم تروحوا، بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت؟ ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه، اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه، فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصا ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه طبعا، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي، انا ما عنديش مانع، بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ لان انا لسه خارج من الحمام، وبصراحه انا يعني فطران عجه وشكشوكه. طب ايه المشكله؟ لا مشكله، هو عجه دي يعني بيجيب عجينه طعميه بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسه زيتها قديم كده اسود. الشكشوكه بقى بيض بصلصه. ايوه خلاص خلاص، بصل وفلفل. خلاص خلاص نمشي احسن، نمشي. لا 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 استنى استنى، هو يقدر يمشي، انت هتستني معانا شويه. ليه؟ لان انت معكيش بطاقه ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجي لك اكني لسه جاي اضمنها عادي، ما فيهاش حاجه. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا 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 مش قادره، اي ونت بي، مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب واذح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش، كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا، قالت لي عدي عليا قبل ما شاري تصحى بدري وطلعت الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو، بطلي ظن بقى. انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دوب رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك، انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا.
طيب ما تيلا يا جماعه نقعد على اي كافتيري على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل المايه ينزل المايه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا لا لا, لا, لا انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال هستنى يا عم سيف لما حد يشدلي البنطلون؟ لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي، حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنت أنتي، وأنا همشي بكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش، المره الجايه يعني انا مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا. خد لما علي النضاره دي مبصمه، عايزها نفس اللون ولا غير لك لونها؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ والله ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء، انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه، هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانية واحدة بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطة هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكلة انك تكلميه؟ المشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه، هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك يا ست؟ كل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها اصور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتيه. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف يصح؟ ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتنع عن الاجابه؟ طيب هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ ده الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذة اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت كده بتعزف على رجلي. معلش يا استاذة نيلي، خليها فرصة تانية ان شاء الله. وعلى رأي المثل قطمه أحسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ أنا ما قلتش نحله أصلا. من الآخر كده يا جماعة شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي إن عندك أحلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه، وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقه في اللمشه نتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى، وافق بقى، وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه، بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو، ايوه يا زوزو،
اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان؟ وانت كمان. قالك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي، عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني، مش فارق لي قوي. بقولك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. انا مؤاخذه، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه ايه ده؟ سيف بقولك ايه، ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده بس ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي، انا بعمل تان، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة؟ يالا مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تاخر يالا. اتفضل يا عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، أنا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية أنا شاكك إن هو قنبلة. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الأسمر اللي تحتك. أنت ما بتعرفش توطي ولا إيه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبلة، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. اشتبه إيه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا اجري. عارفة يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفة يا نيلي أول مرة، عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكرة أنا ما بهزرش، وعلاقتنا أصلاً ما تسمحش بالهزار. طب أنت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجة يا خروف. على فكرة
دعكسني وشتمك. لا على فكرة دعكسني أنا وشتمك، لأنه قال يا جامد مش يا جامدة. هو لو عكسك أنت وقال يا جامد وأنت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير. أنا مش مبسوط، هو شايفني جامد، لكن أنا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة، سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتم زي ما أنا قلت. هاي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا، أنت بتشتم مين يلا؟ خد يلا، محدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله أهو خروف قوي، نعجة قوي. بص أنت بتعمل إيه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلاتي والله بجد، بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر، وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكرة أنا عايز أجيبها في آخر كونتينر اللي فوق ده. أيوة ليه يعني المسكة دي؟ جر يالا، ما عرفنا أنك تظابط. خلاص خلاص نيلي، نيلي خد يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيرة بتاعتك أنت؟ شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز؟ أنبليفبل. إيه؟ فعلاً يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز أنا واقفة. لا مؤاخذة يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعة، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوة. لا على فكره في اهواجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في اهواجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلع، بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه وفي بورسعيد. نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد العزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط. عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكوا على مسؤوليتي هتأذي. يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصلا أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس، ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهوجي هم تساله هو؟ يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه، وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوه لك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد العزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. راح فين يالا؟ جاي معاكم. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا اه. شفته؟ عندها حق على فكره، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. Thank you.
هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. متحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي ايه يا عم فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكرة بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه. كنت حاسس اني هلا فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه. ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط؟ يا ستي افرضي، قلت افرضي. انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانية وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقول لك يعني سايسيه كدهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم اربعه في المهمه الرسميه؟ نيلي انا مش عايزك تضعفي. سيف ما تقفرش كده. انا مش بقفر، انا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله اخضر، تالت حرنكوشه خضره تطلع لي، الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك. وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونه. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه؟ الموضوع فيه اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. ياه يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفة يا نونة؟ ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيرة. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانة منك يا زيزو، معقولة أول طلب أطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شوية، أنا استخدمت كل سلطاتي. آه هو
صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا, لا استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنتوا بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهاردة؟ إيه المكان ده؟ أنا النوم. شريهان أنت نمتي؟ آه. أمال بتردي عليا إزاي؟ هو أنا كده برد وأنا نايمة. طب بقولك إيه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد إيه؟ يعني مش أقل من 100,000 جنيه. إيه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول إنه كان مالتي مليونير. إزاي يعني مالتي مليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. أيوه صح، الرز ممكن يبقى عدده أكبر. طب يلا يا عروسة يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4 مش 2 3 4 شد 2 3 4 مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه تانية والمديتيشن حاجه تالتة، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التامل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استافها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكسد لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي. فكرتيني بنشوه. الله يمسيكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له عم عطيه خادم الجامع، هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لما كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها بقى ايه خشنه ايه؟ ده السفلى عشان انت العليا. حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه، كل حد هيشوفك هيقولك شريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلوه فيهم؟ ايوه. ده انا لو ظبطت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضه هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني. حيوانه. انت بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قاعد يا نيلي اعمل بيبي. يا هبله يا بنت الهبله. استنوا بقى لما اكلمه. الو
ايوه يا عبد عزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش هتكلم. خدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكره، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بص يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه، وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟ ده اللي همك؟ لا بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهي عنينا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تمايني مع الراجل وتدي له ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اقرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه اديله ريق حلو. يعني تاخديه على حجر كده. اخده على حجر ايه يا حيوانه انت؟ يا ستي انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تتدلعي عليه وتتهوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الوجه. كتف ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان يا جماعه، انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع. انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دهوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا. خلاص خلي خطيبتك بقى تبين الدبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. وش معنى انا؟ مش معنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نيسان اللي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو بس مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيعي نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك. يا سلام، هتبقي زوجه رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف ما اعرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي خشي جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. قول على الباشا. بس هنا يا استاذ سيد. بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد عزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقبنا الجو لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد عزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا احنا. هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربيه. اوكي يلا امشي. شريهين خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجه. هاي زيزو، تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربيه؟ والله سؤال محير. اخاف اقول لك ونسيني هنا يطلع الونسه في العربيه احلى، اخاف اقول لك ونسيني في العربيه يطلع هنا احلى. طب ما تيجي نجيب العربيه هنا وتونسيني هنا في العربيه. انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي في سبيس بيني وبينك، فاهم يعني ايه سبيس؟ ايوه فاهم طبعا، ما انا عندي كمبيوتر، سبيس يعني مسطرة. ايه
الكنز بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده حياتي. الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي، ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي، انت غبي. غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه. ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني؟ هاني؟ انت يا زفت. ايه، لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا ما فيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس انا واخد على خاطري يا بت يا نونة. اولا انا مش بت ومش نونة، يعني ايه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو، هو ايه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. انا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش انا اسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. ابص على ايه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على فيس ده اسمه كومباوند؟ اه معروفه. واللي على انستغرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. ايه فيصت ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استناه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت. ياه، ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي وقع اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياد، ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياد كناتر ياد، مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيرية. حلو يا سوسو. هاني، شريهان، تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعال. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم، انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس.
اسكت.